التحول والقوانين صار ما زمان صارت بهالزمن أخف صرامة، لكن هنا ما يمنع أنه لا يزال هناك بروتوكولات في كل بيت وتعتبر من المسلمات، وما في أحد من أفراد العيلة يجرؤ على مخالفتها. سؤالنا اليوم، مين اللي لها النصيب الأكبر في وضع هذه القوانين، الأم ولا الأب؟ قسوة الجيل الماضي خفت عن أول، والمسؤوليات هذه هي مرتبة ما بين الأب وما بين الأم، يعني بدءا يعني من استقبال الضيوف إلى وقت الراحة إلى وقت الدراسة، يعني تختلف. الزوجة حقيقة هي تتحمل تقريبا يمكن يعني 60% من التزامات الأولاد. في أمور الحياة اليومية أنا من وجهة نظري أنه تكون بالشراكة أفضل، لأنه رأي الأب على رأي الأم بيوصلوا لرأي بيرفكت المفروض في الآخر، يعني فالشراكة أفضل. طبعا في الزمن القدم كان الرجل او الاب هو اللي بيقوم بجميع المهمات تقريبا اللي خاصه بالبيت او ما يتطلب لوازم البيت، بس في وقتنا الحالي الوضع تغير، صار الحرمه او البنت بشكل عام تشاط الرجل في جميع تقريبا مسؤوليات الحياه. يعني دائما الاب هو يكون المسؤول على رعايه الابناء، ومن ناحية التعليم، من ناحية التغذية، من ناحية المسؤوليات، دائما الأب هو يكون الصورة الأولى، الأم دائما تكون كسبورت، كيعني جزء آخر، ودائما يكون فيها من الجهتين، الأب يكون له جهة والأم تكون لها جهة. الأب في غالب الأحيان يكون مشغول برا المنزل، فيضع القوانين ويخلي المراقبة عامة أو بالعادة للوالدة، الوالدة تشوف الموضوع تكون مراقبة وتحاول أنهم يشتغلون كفريق لتصحيح أي غلط أو أي انحدار عن القوانين المحددة منهم. طبعا من منزل إلى منزل تختلف، في منزلنا احنا شوية الأهل شوية في عندهم سلاسة، فيحاولون أن يفهمون لماذا سويت الشغلة اللي سويتها.